الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ زكريا الصبطي، ثانوي التأهيلي المنصور الذهبي، مدير الإقليمية الحي الحسني، الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء أسطات. نأتي في هذا اللقاء في سياق التعليم عن بعد مع درس، أو هو عبارة إن شئنا قلنا عبارة عن تقويم للمرحلة الثانية من الأسدسي الثاني، ونخص به الجدعة الثانوية التأهيلي، الجدعة المشتركة على وجه الخصوص. كما ترون معي، قبل البدء وقبل الشروع في هذا التقويم، أول شيء ينبغي أن نحدده المستهدف من التقويم. فما المستهدف من هذا التقويم؟ نجد أن المستهدف شيئين اثنين أو مجالين، المجال الأول مجال المضمون، والمجال الثاني مجال المهارات. بخصوص المضمون المستهدف، نجد الجزء الخامس من سورة الكهف، بالإضافة إلى درس الجزاء الجنة والنار، بالإضافة كذلك إلى درس نماذج للتأسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعزة الإسلام. ثم كذلك في مدخل الاستجابة، فقه المعاملات المالية، مبادئ استثمار الأموال في الإسلام. لنأتي بعده إلى مدخل القسط، فنجد درسا آخر عنوان بعنوان حق البيئة الإصلاح وعدم الإفساد. نأتي على آخر درس في مدخل الحكمة، والذي أخذ عنوانا مفاده الوصايا التسع، انطلاقا من قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر هذه الوصايا. وقد رأيتم هذا من خلال المنتصف الثاني من الأسدسي الثاني. هذا بخصوص المضمون. أما فيما يخص المهارات المستهدفة من هذا التقويم فهي كالتالي: نستهدف من هذا التقويم مهارة حفظ النصوص الشرعية والاستشهاد بها، بالإضافة إلى المهارة الثانية وهي التمكن من المعارف الأساسية المكتسبة، ثم كذلك توظيف المفاهيم الشرعية وتحديد خصائصها، هذا بالإضافة إلى تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها. ولا يختلط علينا الأمر بخصوص المهارة الأولى والمهارة الرابعة، فالمهارة الأولى تستهدف الحفظ والاستشهاد، أي الحفظ والقدرة على الاستدلال. أما فيما يخص المهارة الرابعة فإنها تستهدف القدرة على تحليل النصوص، وكذلك تستهدف القدرة على استخراج أحكامها، هذا بالإضافة للمهارة الخامسة والتي هي استخراج القيم وتوظيفها. تكون عندك القدرة باش تقدر تستخرج القيم وتوظفها، سنرى هذا في حينه. ثم كذلك نجد تحديد المواقف، أن تكتسب القدرة على تحديد موقفك انطلاقا من هذه التعلمات التي اكتسبتها ومن هذه المهارات، أن تكون لك القدرة على أو المهارة على تحديد المواقف، وكذلك بناؤها، وكذلك التعبير عنها وتعليلها. هذا فيما يخص المهارات المستهدفة أو المستهدف من هذا التقويم. قلنا قسمناه إلى قسمين: مجال المضمون ومجال المهارات. من باب التذكير، فالمدة الزمنية المحددة لهذا الفرض حددت أو قدرت في ساعة واحدة كما تعلمون سابقا. بخصوص الوضعية التي ننطلق منها ومن خلالها وبناء عليها نجيب عن الأسئلة أو المهام المطلوبة، بالإضافة للأسناد التي سنراها، فالوضعية هي كالتالي: إن المقصد من الإسلام بناء الشخصية المتوازنة التي تسعى في الأرض بالصلاح وتحافظ على البيئة وتنشر العدل الذي هو صفة لله تعالى، يفرق به أو يفرق بها، يفرق بها أي الصفة، صفة العدل، يفرق به أي العدل، يفرق بها في الجزاء بين الطائع والعاصي، وتراعي أي هذه الشخصية تراعي المبادئ والقيم السامية في المعاملات بكل أنواعها والمالية على وجه الخصوص، نقصد هنا المالية، مستشعرة أي هذه الشخصية تستشعر أمانة الاستخلاف في المال والتعاليم الراشدة الواردة في الوصايا التسع في سورة الأنعام، وكذلك تستحضر الإيمان بالجزاء الذي له دور مهم بكونه يجعل الإنسان سوي الأخلاق حسن السلوك. وفي ظل هذه التعاليم صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي اشتهر وعرف بالخليفة
العادل. إلا أنه رغم هذا كله، رغم ما ذكرنا، نجد البعض يسفه هذه التعاليم الإسلامية قائلا إن مطالبة الإسلام أتباعه بالإيمان بأمور غيبية كالجنة والنار وبعض الأخبار كذي القرنين الذي رأيتم في الجزء الخامس، مما لا يصدقه العقل. أي هذه الأمور لا يصدقها العقل، وجود الجنة والنار وحياة بعد الموت لا يصدقه العقل هذا الأمر في نظره، بين قوسين. كما أنه يقول كذلك ما أن القضاء والقدر يتعارض مع الجزاء في الآخرة، بمعنى أن إذا كان الله قدر علينا أفعالنا فلما يحاسبنا يوم القيامة؟ قال: فكيف يعقل أن يحاسبك الله بما قدر عليك؟ هذا بخصوص الوضعية. فالمرجو قراءتها، يطلب منك أن تقرأها قراءة فاحصة متأنية لتنطلق من خلالها وتجيب عن المهام المطلوبة. أما فيما يخص الأسناد، فإننا نجد السند الأول وهو قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي هذا السياق ينبغي أن نستحضر في الآونة الحالية، ينبغي أن نستحضر هذا النص. أما فيما يخص السند الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فأزاله فأبعده فشكر الله له فغفر له. والحديث أخرجه الإمام البخاري. فيما يخص السند الثالث، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا بخصوص الأسناد، المرجو أن تقرأها قراءة متأنية وكذا لتتدبرها وتفهمها لكي تجيب عن المهام المطلوبة. بخصوص المهام المطلوبة أبنائي هي كالتالي: مطلوب منك في بادئ الأمر أن تحدد بعد قراءتك للوضعية التقويمية قراءة متأنية، يطلب منك أن تحدد القضية التي تم الاختلاف فيها. فيما تم الاختلاف في الوضعية؟ كلقوا اختلاف بين رأيين، فيما تم هذا الاختلاف؟ كذلك يطلب منك أن تعرف في سياق تعريف المفاهيم، وهذه مهارة من المهارات التي ذكرنا سابقا. فيطلب منك أن تعرف اصطلاحا، ركز معي على اصطلاحا حتى لا تتيه، أن تعرف الجنة من حيث الاصطلاح بالإضافة إلى النار وكذلك البيئة. هذه هي المفاهيم التي يطلب منك أن تعرفها. أما فيما يخص السؤال الثالث، نجد من النماذج التي ينبغي أو يجب الاقتداء بها، نجد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بناء على ما ورد في الوضعية والسند الثالث، ركز السند الثالث، يمكنك أن تجيب عن المطلوب. ألف: أن تحدد القيمة التي عرف واشتهر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكر هذا صريحا في الوضعية، فلا يطلب منك إلا بعضا من التركيز فقط. باء: مطلوب منك أو المطلوب منك بنيتي أن تحدد القيمة المستفادة من السند بالإضافة إلى شرحها. تحدد القيمة مستفادة وتشرحها، هي واضحة تمام الوضوح. وهذا قد يقول بأنه منهي عنه في ما هو تربوي أو تربويا منهي عنه. لماذا؟ لأنه سؤال مركب، ولكن حاولت أن أضع هذا السؤال رغم أنه مركب، لأن القيمة واضحة وبارزة وجلية من خلال السند الثالث، وقد ذكرت بحرفها وبلفظها. فما مطلوب منك إلا أن تستخرجها. أما فيما يخص سؤال رابع، ورد في الوضعية أن التمييز في الجزاء بين الطائع والعاصي من صفات الله سبحانه وتعالى، أي صفة العدل.
وعليه فالجزاء يكون من جنس العمل أي مناسبا للعمل خيرا إن كان خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. استدل واستدل بنيتي وأبنائي من سورة الكهف طلاقا من الجزء الخامس بما يدل على ذلك. نجد في سورة الكهف في الجزء الخامس آية واضحة جلية تدل على هذا الأمر أن الجزاء يكون من جنس العمل وفيها في قصة ذي القرنين. بخصوص سؤال الخامس طلاقا من السند الأول بما ربط الله تعالى الفساد في الآية بما ربط الله الفساد قال ظهر الفساد في البر والبحر إلى آخر الآية بما ربط الفساد هذا أمر هين يمكن يستخرجه الكل اللهم إلا بعضا ممن لم يركز فقط. يطلب منك بعد هذا في السؤال السادس بناء على السند الثاني ومما تحفظه من صورة الكهف أن تجيب عن التالي أن تستخرج من الحديث الوارد في السند الثاني مظهرا من مظاهر الإصلاح البيئي وهذا أمر واضح وجلي ذكر واضحا. كذلك باء ما الجزاء المترتب انطلاقا من الحديث ما الجزاء المترتب على ما قام به الرجل في الحديث أن الرجل أزال أماط غصن شوك عن الطريق فكان له جزاء بناء على فعله هذا فما الجزاء المترتب على ذلك انطلاقا من الحديث. ثم كذلك جيم من صفات المؤمن فعل الخير دون في سياق مواجهة الفساد دون انتظار المقابل دون أن ينتظر المقابل ولنا في قصة القرنين خير مثال. فالمطلوب منكم الاستدلال على ذلك على هذا الأمر بما قام به ذو القرنين لمنع فساد يأجوج ومأجوج فذو القرنين قام بفعل دون انتظار المقابل فالمطلوب منك أن تستدل على ذلك بما يناسب مما تحفظه من الجزء الخامس. بخصوص السؤال السابع بناء أبنائي على ما ورد في الوضعية نجد أن الإسلام دعا إلى استثمار الأموال لماذا؟ ليضبط هذا الإنسان علاقته بالمال حتى لا يمتلكه هذا المال حتى لا يؤثر فيه. فالإسلام وضع مجموعة من القواعد ومجموعة من المبادئ لكي يضبط علاقة المسلم بالمال. نجد من هذه المبادئ التي وضعها الإسلام مبدأ الأخلاق مبدأ الغنم بالغرم كذلك المبدأ الثالث مبدأ العقيدة ثم كذلك مبدأ ربط الكسب بالجهد ثم كذلك مبدأ التنمية. ينبغي منك أن تصنف هذه المبادئ في الجدول التالي وهي هينة وسهلة وسلسة اللهم أو قد يحتاج منك الأمر بعضا من التركيز فقط فلتبدأ بالأسهل فالأسهل. بخصوص السؤال الثامن ورد في الوضعية أن الإيمان بالجنة والنار أمر مخالف للعقل فهل هذا صحيح؟ فبناء على فهمك ابني بنيتي لدرس الجنة والنار وما ورد في السطر الثاني من الوضعية التي رأينا مطلوب منك أن تستدل بدليلين عقليين منطقيين يدلان على ثبوت وعلى وجود الجنة والنار لكي ترد على الأمر المطروح في الوضعية. فينبغي تستدل بدليلين عقليين وركز معي على دليلين عقلي لتثبت من لم يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة تثبت له عقلا ثبوت الجنة والنار. وقد رأيتم في هذا الدرس الأدلة النقلية والعقلية على وجود الجنة والنار. بخصوص السؤال التاسع نجد مطلوب منك وهذا سؤال أخير مطلوب منك أن تحدد موقفك أو رأيك مع التعليل مما ورد في الوضعية. ورد في الوضعية أن
القضاء والقدر يتعارض مع الجزاء في الآخرة؟ ربما لن يفهم الكثير هذا السؤال، وقد يقول بأنه سؤال طويل وعريض، هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لن يجيب عنه تلاميذ الجدع، بل ينبغي عليه أن يجيب، لأن في سياق الإيمان ينبغي أن نميز، وأنتم رأيتم في الجدع المشترك الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، فيصح التقليد في سياق في سياق الشريعة، ولا يصح التقليد في سياق العقيدة، في مجال العقيدة لا يصح التقليد. لا ينبغي أن ينطبق علينا قوله تعالى وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أنا مؤمن لأني وجدت أبي وأمي في بيئة مؤمنة، فهذا أمر غير مقبول، فينبغي عليك أن تعضد إيمانك هذا بعقلك ومنطق، أن تكون مقتنعا بإيمانك، مقتنع تمام الاقتناع. فالمقصود بهذا السؤال أن تبين أن القضاء والقدر لا يتعارض مع الآخر، لأنه ورد في الوضعية كيف يحاسبك الله سبحانه وتعالى بأمور قدرها عليك. فغيقول الناس مثلا أنا قدر علي الله شيئا ندير كذا وندير كذا، كنقولوا بالدارجة هالشي اللي قدر الله ياك، ويوم القيامة غيحاسبنا أنت فعلت كذا تجازى بناء على فعلك، وأنت فعلت خيرا فخيرا شرا فشرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعروف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى قوله، ويكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. شقي وسعيد، عندما تكون في بطن أمك يكتب عليك أأنت شقي أم سعيد، قدر يقول لك أنا تكتب علي أنا شقي، ويوم القيامة يحاسبني الله لما أنت شقي، أنا سعيد، يحاسبك الله سبحانه وتعالى ويجازيك على سعادتك أو على حسن أعمالك السعيدة جزاء حسنا. فالمطلوب أن توضح بأن هذا القضاء والقدر، الأمور التي كتبها الله علينا لا تتنافى مع الجزاء في الآخرة. مزيدا من التوضيح قل لك مثلا في سياق الامتحان كتب، ما تكتبش مثلا، وفي آخر الحصة نقول لك ما تكتبش، في آخر الحصة نأخذ الورقة ديالك ونصححها لك ونعطيك صفر، نعطيك صفر، شنو غتطلب مني؟ تقول لي أستاذ أنت اللي قلتي لي ما تكتبش، إذا أنت اللي قلتي لي ما تكتبش وجازيتني بناء على ما أمرتني به. فنفس الشيء في سياق القضاء والقدر، قدر يقول والله كتب علينا ويوم القيامة حاسبنا، كيف يعقل هذا الأمر؟ فنشوفوا رأيتم محورا من هذا المحاور في درس الجنة والنار، في درس الجزاء، بأنه لا يتعارض القضاء، ما كتب الله علينا لا يتعارض مع الجزاء في الآخرة. بهذا نكون انتهينا من هذا التقويم، فالمرجو مزيدا من التركيز ومزيدا من الانتباه، وكذلك شد الأذهان أو حصر الذهن حتى تجيب بطريقة موفقة. دامت لكم المسرات، وفقكم الله سبحانه وتعالى ويسر أمركم وأعلى شأنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.